السلام عليكم، اهلا حبيباتي، اهلا بناتي، مرحبا بكم في قناتي يوميات بسمة وامها. نورتونا، مرحبا بكم كامل. اليوم جينا نخدم معكم كاطو حلوه اقتصاديه سهله، توجد في نص ساعه تكون واجده. تشوفوا تتفتت وحدها ما شاء الله. بسم الله. مقادير: هنا عندي حبه بيض وصفار، والبيض نخليه، بيض زوج نخليه هنا. عندي نص كاس زيت، هنا مغرفة تاع شوكولا، حبيبات شوكولا، وهنا مغرفة تاع نبات كوكو، مغرفة مايزينا، كيس خميرة كيميائية واحدة، ولافاني، قرصة تاع ملح، ونص كاس سكر، نص كاس زيت، نص كاس سكر، وفارينة يجينا زوج كيسان ونص على حسب الفارينة تاعكم، كل واحدة كيفاش. مغرفة زبدة مارغارين النوع اللي عندكم. هنا شويه كاوكاو للتزيين، نحط مغرفه نتاع مارغارين زبده طريه، ما تكونش في الثلاجه، تكون في المطبخ. نضيف عليها نص كاس الزيت، حبه بيض وصفار، قرصه ملح باش تعدل لنا الذوق. هنا لافاني كيس ولا مغرفه صغيره، نص كاس تاع سكر، نخلطه كامل على ضربه. مغرفه كبيره مايزينا نشاء، نخلطه بالفويل ولا بيديكم كما تحبوا. نوات كوكو هنا عندي مغرفه كبيره، نعطيها بنه ما شاء الله. والله غير هاد الحلوه جات بنينه، جات مختلفه على الحلوه الاخرى. هنا فارينة ني مغربلاتة، ندير الكاس الأول باش نعبر، باش البنات الصغارات يعرفوا يدير القدر نيشا العبر. نزيد نغرب الكيس خميرة كيميائية يوزن 10 غرام، نخلط. كي نشوف العجينة تقالت نستخدم يدي، ونيشا على الكوشة وما نقصد لها. ضيفت الكاس الزاوج الثاني، نبدأ تتقالي كي عجينة صابلي، ما يابسة ما طرية. ميدي هنا كاس تالت ما نكملوش، نديري نص تاعو، والشوكولا اللي مخليها تال الاخير باش ما تحمش في يدي والدوب في الاخير، ونضيف الشوكولا واللمه. كامل الحوايج خلطناها على ضربه، ما داوش معايا 5 دقائق. تخلط على عجينه صابلي طاهيه، بدي نشكلهم كوريات، الشكل اللي تحبوا، تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا، الشكل يرجع لكم ليكم. شوفوا جات طريه، الكاس ما كملتوش الثالث، زوج ونص. نجيب هذاك بياض البيض، والكاوكاو هنا محمص ومرحي شويه خشن. هنا درت قرصه تاع سكر، نخلط البياض البيض بالفرشيطه، نخلطو مليح. جبت الصينيه تاع الكوشه اللي تدخل الكوشه، ودرت فرشت فيها بابي كويسون، ورق طهي. راني خلط، ندير كوريات كما راكم تشوفوا هكا، ونغطسهم النص يجيها تاع يجيها تاع حبه الحلوه نتاعنا في في البياض البيض، ونعاود نحطها في الكاوكاو محمص ومرحي شويه خشين. ولا تحبوا كاوكاو افيلي ولا لوز افيلي، الحاجه اللي عندكم في الدار ديروا بها، ولا جلجلان. الجهه التحتيه ما نديرلهاش، ما ندير لا بياض البيض لا الكاوكاو، والو ندير الجهه الفوقيه. لا جات ما شاء الله، يلا بياض البيض من الفوق وكاوكاو باش يلصق لنا مليح. كمل كامل الكميه، كي نكمل كامل ندخل من الكوشه، تكون على درجه حراره متوسطه، ما تفوتوش 180 درجه. ديروهم من التحت، كي يطيبوهم من التحت تشوفوهم زاد ضعف الحجم نتاعهم. نعاود نشعلوهم من الفوق، ما يديوش وقت كبير، تفوتوش 180 درجة، نقصوهم درجة الحرارة متوسطة. نشوفوهم تشقو، كي يرتشقو لنا يجيو هاديك معناها سيطابو، خليهم يتحمرو شويه، متحمروهمش بزاف هكا. صافي تشوفوها بداو يديرو هداك الشق من الفوق على الوجه تاعهم، راهم واجدين معانا، مداوش معانا تا نص ساعة ما شاء الله. جاو يشهيو، شحيتكم في الجنة. إن شاء الله تجربوهم وديروهم، تفرحوا ولادكم، جات كميه كبيره تاني ما شاء الله. والبنه تاعهم والله هائله، تحسبهم ماشي كاطو ساك، جاب بنين بنين بزاف.
حبيباتي اللي عجبكم الفيديو ما تنساوليش لايك، تدخلوا جداد معنا ما تنساوناش اشتراكات، ربي يجازيكم كل خير. مرحبا بكم كامل، شكرا على التعليقات الرائعه نتاعكم، ربي يحفظكم وينوركم. راكم تشوفوا راهي ميتفتوا، بقى لي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.